طلب قلنا الرئيس يتمثل في ايجاد حل للسكن هذا وجد حل للناس، خلي الناس يسكن. الناس الصيف هذه بالك الناس عبيك حبس في قلب الناس ما تزوجش، هنا ناس في عمر 36 37 سنه ماهوش متزوج غير بسبه السكن، حتى باه تروح تبني في الجبل ما يخليكش. القريه التحتانيه وحكيت لك عليها الحناشي باتوا معنا، اقسم بالله العظيم باتوا معنا الحناش، هاي كلش ما فيهاش. عندنا الغاز درك عنده عامين غازو فين، قال لك وصاي كلش ما جابوناش، قاعدين يخدمونا في الطريق لهنا كل عامين ثلاثه يخدمونا كيلومتر. ما سمعينش بقرباز يسمعوا بها غير في الصيف وكتاش يروحوا للبحر ويروحوا. ديابه احنا عندهم لهنا يطلوا علينا من الصيف للصيف، احنا درنا المبادره دي اليوم كش ما تشوف لينا سلطات، شباب راهو ضايع السكن ما عندناش، تروح تشكي على سكن يقول لك اي تلافوري.